ونواصل مشاهدينا نافذتنا اليومية في شبابيك من الدوحة لتغطية بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها أبطال القارات الست ومن بينها ليفربول الإنجليزي والترجي التونسي وفلامينكو البرازيلي ومونتينري المكسيكي بالإضافة إلى السد القطري. ننتقل مباشرة إلى الدوحة مع مراسلنا سلمان النجار. مساء الخير سلمان وأهلا بك. إذا ربما الآن أنتم بمنتصف المباراة بين الشوطين. في الحقيقة ديما الأجواء هنا في استاد خليفة هي أجواء حماسية جدا. نحن بانتظار مباراة تجمع الهلال السعودي بطل آسيا وفلامينغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وهناك تدفق كبير للجماهير تحديدا من نادي فلامينغو البرازيلي، ولكن هم مجتمعون الآن ويرددون الأهازيج الخاصة بكل فريق. دعينا نبدأ مع نادي الهلال السعودي، نادي الهلال السعودي بطل آسيا الذي يطمح إلى الفوز بهذه المباراة. كيف تصف اليوم الأجواء؟ كيف شفتوا التنظيم عموما؟ التنظيم جدا رائع وجدا ممتاز هنا في استاد خليفة الحمد لله. معنوياتكم كيف للمباراة؟ جدا جدا ممتازة، مثل ما تخطى آسيا كلها وأفريقيا إن شاء الله هناخذ أمريكا الجنوبية ونلف على الكرة الأرضية كلها. جماهير ترين اختلاط كبير للجماهير، لكن هنا على اليمين ايضا جماهير فلامينغو. أغاني كلا الفريقين، فريق الهلال السعودي وفريق فلامينغو البرازيلي، وأجواء كبيرة هنا في محيط استاد خليفة الدولي. نحن على بعد تقريبا ساعة وخمس دقائق من بداية المباراة، مباراة مهمة جدا في نصف النهائي. كلا الفريقين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي أكمل استعداداتهما لهذه المباراة، وبالتأكيد هنا الجماهير تحضر بقوة لدعم كلا الفريقين. الجماهير القطرية أيضا حاضرة لدعم الهلال السعودي ممثل الكرة العربية وبطل آسيا لهذا العام، وبالتأكيد فريق فلامينغو البرازيلي رأينا جماهير قادمة من البرازيل وقادمة أيضا من كثير من دول العالم من ضمنها الأمريكيتين ومن ضمنها أيضا أوروبا، حيث هناك جالية برازيلية مهمة. نحن في انتظار مباراة مهمة إلى النهائي الذي يجمع القادم من هذه المباراة والقادم من مباراة ليفربول مونتيري المكسيكي يوم غد بمشيئة الله. نعم ديما. نعم سلمان، شكرا جزيلا لك على هذه الأجواء الحماسية، يعني نيالك استمتع بها ونلتقي غدا.